بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين المنتجبين. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك وعلى بضعتك المدفونة إلى جوارك وعلى الملائكة الحافين بحرمك الشريف المستغفرين لزوارك. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. غريب يا مظلوم كربلاء، وحسبك موت المصطفى خير سيد ومن عمت الأكوان طرا مواهبه. قضى فقضى من بعده الحق واختفت بأستار ليل الظلم منه كواكبه، وجلل ثوب الدين ثوب كسوفها كما خسفت بدر الوجود غياهبه، وأدرت عيون الكائنات دموعها عليه كما أدرت عليها سحائبه. لقد أظهرت في السقيفة مضمرا لإطفاء نور الله، كانت مناصبه كما أضمرت نيرانها مستطيرة، فذا حرها للدين عمت لواهبه بها صمموا أن يحرقوا دار فاطم، ومن نوره قد نور الكون ثاقبه بها البضعة الزهراء، بها البضعة
زهراء ألقت جنينها بضغط رقت أوج السماء نوادبه، ولأنها قد علمت من أبيها أنها تكسر أضلاعها ويهجم على دارها ويسقط جنينها، رمت بنفسها على صدر أبيها باكية منتحبة، فقطعت قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، أخذ يمسح دمعتها ويقول: بني لقد قطعتيني يا قلبي. خرت على أبوها تصيح بدمع سجاب: إن كان ضلعي يكسرون بصاير الباب، وصل وصيل كرار بي وصل أصحاب، لحد علي يجتري يا قرة العين، إلا هذا الحسن مكسور قلبه من يجبره، وهذا الشهيد حسين منه يشم نحره، وياكو عقب عينك يحط فوق صدره. ذلت يا ابو ابراهيم من عقبك الصبطين، قلها يا بنتي لو جرعت كاس المنية جيبك يا بنتي لا تشقينه علي، وصد للحسن ومدامعه بخده جري، شاف الحزن نحال اعظامه وقرح العين، ويلي قل يا عقلي ذوبت قلبي، قلبي من بجاه، ونادى يا ابو الحسنين بالله بالله سكت ابنا، ودعتك الله يا علي والملتقى هنا، وشبشت الزهراء على رسول الله باليدين: وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وعلى ظالم آل بيت محمد صلى الله عليه وآله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قوله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم.
طيبوا أفواهكم وعطروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. على محمد وآله وارحمنا بهم يا كريم. بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله لهذه الأمة رحمة من الله، ولذلك قال صلى الله عليه وآله: إنما بعثت رحمة. رحمة، والرحمة بشتى مصادقها، إذ أن وجود الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أعطى الكثير لهذه الأمة، ولا تزال الأمة مدينة لوجوده صلى الله عليه وآله. ومهما قدمت الأمة من عطاء بغرض أن تؤدي شيئا ولو من حق رسول الله صلى الله عليه وآله لن تتمكن. فالرسول أعطى ما لم يعطه أحد أصلا حتى من الرسل أجمع. لذلك قيل له خاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء على الإطلاق صلى الله عليه وآله، أفضل من كل الأنبياء، لأنه قدم ما لم يقدمه أحد من الأنبياء الذين سبقوه مع ما أعطوه من خدمات، إلا أن الرسول أعطى خدمة أكبر صلى الله عليه وآله. فمن الخدمات التي قدمها، أول خدمة أعطاها لهذه الأمة وهي خدمة الهداية، هو الذي بعث في الأميين. الأميين ما المقصود منهم؟ ممكن أن نفهم منها هم من ينتسبون إلى أم القرى وهي مكة، وممكن أن تعني شيئا آخر وهي مسألة التخلف في العلم والمعرفة. أميين لا يقرؤون لا يكتبون، يعني ما كان فيهم إلا القليل البسيط من يعرف أن يقرأ ويكتب. كانت أمة متخلفة على جميع الأصعدة، على الصعيد العلمي كانت كما قلنا أميين أكثرهم ما يقرأ ولا يكتب، ما عنده اطلاع ولا معرفة. على الصعيد العقائدي كانوا يعبدون الأصنام، 360 صنم على ظهر الكعبة، إضافة إلى الآلهة الخاصة، الواحد يصنع له إلها من الحجر إذا مل منه رماه وبحث عن إله آخر، أو من التمر إذا جاع أكله. شلون عقيدة عندهم؟ يئدون الإناث، حتى قال القرآن: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يقتلون المرأة لا يقيمون لها وزنا، ما كانوا يعيشون تلك القيم المتقدمة إلا اليسير منها والبسيط، كانوا متخلفين حتى في الجانب الأخلاقي، ينهبون يقتلون يسرقون يزنون يشربون الخمر والعياذ بالله، وكذلك كانوا متخلفين على المستوى الاقتصادي. فلولا رحلة الشتاء والصيف ما كانوا ليعيشوا في تلك البلد التي هي بين الجبال، لا زرع فيها ولا خضرة. متخلفين سياسيا، ما كان عندهم دولة، قبائل متفرقة، القبيلة القوية تهجم على الضعيفة وتبتزها، ويعيشون حياة أشبه بالبهائم أجل الله السامع. وليس أنا الذي أقول، بل أم الأئمة فاطمة بنت محمد وكنتم على شفا حفرة من النار. بعدين كمل كلام الزهراء: وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تقتاتون القد مثل البائب والورق
أذلة وتشربون الطرق أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله بأبي محمد. ثانية على حب الزهراء من أجل شفاء المرضى ومن أجل قضاء الحوائج. ثالث على حب الحسن والحسين من أجل تعجيل الفرج وفكاك قيد الأسرى. محمد. فكانت حياتهم هكذا كما وصفت أم الأئمة عليها السلام، ولكن حينما جاء إليهم كما قال القرآن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني شوف من النعمة العظيمة أن يكون رسول منهم عاش بين أظهرهم يعرفونه ويعرفهم، هذه نعمة عظيمة جدا، ما جاء من مجتمع آخر ولا نزل من السماء إطلاقا، وإنما كان يعيش بين ظهرانهم رسولا منهم. يعبر القرآن عنه ليش؟ من أجل أن يؤكد عليهم بأن هذا ليس غريب عليكم، تعرفون بصدقه بأمانته بعفافه بزهده بعبادته. ها؟ يتلو عليهم آياته، يقرأ عليهم آيات القرآن التي تنور القلوب. ما مفعول هذه الآيات؟ ويزكيهم. يزكيهم يعني شنو معنات يزكيهم؟ يعني يطهرهم من الذنوب من المعاصي من الموبقات، يقدمهم إلى الأمام بالأخلاقيات الراقية، ويعلمهم الكتاب والحكمة السماوية وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين متخلفين. هذه أول خدمة قدمها النبي صلى الله عليه وآله، الهداية إلى الأمة. وأما الخدمة الأخرى وهي تأمين مستقبل الأمة، أمن مستقبل أمته من أجل أن لا تنهار الحضارة التي بناها. كيف أمن مستقبلها؟ بتنصيب إمام المتقين علي سلام الله عليه، وبتنصيب الإمام علي معناها تنصيب 11 إمام من بعده، ملتفت؟ كلهم هداة وصالحين يملؤون الدنيا عطاء ونورا. فإذا قرأت حياتهم الشريفة رأيتهم كلهم عطاء، هؤلاء الذين عينتهم السماء أمنوا مستقبل الأمة. لذلك جاء في الحديث إذا خلت الأرض من حجة ساخت بأهلها، ما تستمر الحياة لولا وجود الحجة. فكان قد أمن حياة الأمة ببيعة الغدير يوم أن نصب إمام المتقين حي الوصية خليفة الرحمن وأخا رسول الله عالي الشان، من مثله وقد اصطفاه أخا له وخليفة في السر والإعلان. أوحى إليه فاستعد لرفدنا واطلب قصارا العفو والرضوان، قم وادع البيت الحرام مبينا للناس حج البيت حق بياني أو خير بياني، فإذا فرغت عزيزنا حبيبنا من حجه فانصب عليا صفوة الديان. وفعلا نصبه يوم الغدير أمام مرأة 120,000 نسمة بين مكي ومدني ويمني، كلهم سمعوا كلمة الرسول صلى الله عليه وآله من كنت مولاه، فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار. فبتنصيب علي معناها تأمين مستقبل الأمة من أن تبتعد عن الخط المستقيم صلوات الله عليه. ولذلك واقعا السماء شكرت للنبي الأكرم هذه الخدمة العظيمة، وقالت قل يا رسول الله للأمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام
دينا. فقال صلى الله عليه وآله: الحمد لله على إكمال الدين وتمام النعمة ورضا الرب رسالتي والولاية لعلي بن أبي طالب من بعدي. فأقبلت الناس تبايع عليا عليه السلام بتلك البيعة العظيمة التي شهدها العظماء من الأصحاب، 110 صحابي ينقلونها بأمانة، 84 تابعي، 360 مفكر وعالم يذكرونها، وفي كتب العام والخاص مذكورة هذه البيعة التي عاقبت السماء من أنكرها. حينما يأتي الحارث ابن النعمان الفهري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بعد تنصيب إمام المتقين علي سلام الله عليه، يقول: هذا الأمر من عندك يا محمد يا رسول الله أم من عند الله؟ لقد أمرتنا بالصلاة صلينا، بالحج حججنا، بالصيام صمنا، بهذه العبادات تعبدنا، ما اكتفيت حتى أمرت علينا ابن عمك؟ هذا الأمر من عندك أم من الله؟ فقال: بل من الله تبارك وتعالى، لا ينطق عن الهوى. فقال: وقد رفع كفيه إلى السماء: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. ما أكمل دعاءه، نزل عليه حجر وقتل. لا تتعجب، هذه القضية مو مذكورة فقط في كتبنا، لا، أيضا نجدها في كتب العامة، 29 مصدر من علماء السنة ينقلون قضية هذا الرجل الذي اعترض على تنصيب إمامنا علي سلام الله عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه خدمة جليلة وعظيمة، ولكن الأمة ما عرفت قيمتها، وما عرفت حتى قيمة نبيها، حتى قال بعضهم: والنبي على فراش المنية وقد دعا بدوات وكتف، دعوه إنه يهجر. يهجر معناها شنو؟ غلب عليه المرض، غلب عليه المرض وأخذ يتكلم من غير عقل، حاشا رسول الله هكذا. وقال: أناس ضل يهجر أحمد ونجم هوى، ما ضل بل وحي مرشدي. هذا وحي الله تبارك وتعالى. فغشي على رسول الله صلى الله عليه وآله، عظم الله أجوركم، أفاق من غشوته. قالوا: هل نأتي إليك بالدوات والكتف؟ قال: أما بعد الذي قلتم فلا، ولكن أوصيكم بأهل بيتي خيرا. كان يخشى عليه أفاق. قال: ادعوا لي حبيبي أمير المؤمنين عليه السلام قد قام في غرض معين. فدعوا رجلا أماط النبي وجهه عنه، آخر أماط وجهه، وقالت أم سلمة: إنه لا يريد غير علي. وأقبل أمير المؤمنين عليه السلام وارتمى على رسول الله صلى الله عليه وآله وأبطأ، ثم رفع رأسه: ما أوعز إليك ابن عمك؟ قال: ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب، ألف باب. هذا والنبي قد تغيرت ألوانه، عظم الله أجوركم، واقتربت منيته وأجله ورحلته إلى الرفيق الأعلى، وهو يتغير ويؤن أنينا يقطع القلوب، عظم الله أجوركم. يقول ابن عباس: رأيناه يبكي وقد ابتلت لحيته الشريفة من دموعه، ما يبكيك؟ قال: أبكي لذريتي وما تصنع بهم شرار أمتي من بعدي، كأني بابنتي فاطمة وقد ظلمت من بعدي وهي تنادي وأبتا فلا يجيبها أحد من أمتي. تتكسر ضلعها، ينبت المسمار في صدرها، تلطم على عينها، ما أحد يغيثها وهي تصرخ وأبتا. زهراء سمعت هالكلام من وراء الستر، مجرد أن ابتعد القوم وقاموا من عنده دخلت أم الأئمة. الآن النبي منفرد مع أسرته، مولاي في آخر لحظات حياته،
ما كان معه غير أهل بيته فقط، ما عند غير أهل بيته. الزهراء أقبلت ورمت بنفسها على أبيها وأخذت تبكي، فقطعت نياط قلبه. بني لا تبكي، لقد قطعت نياط قلبي. قالت: أبه ما أبكي لما يصنع بي، ولكن أبكي على فقدك، أبكي على فراقك. قال: ابشري بسرعة اللحاق بي، لكن يا فاطمة لا بد أن أذكر لك ما يجري عليك. آخ أنا وصيت حيدر بالصبر وانتي، أبا وصيت منك النحلة تنهب وتثور عادي. قروا يا جزاك الله خير. آخ وصيت حيدر بالصبر وانتي، بوصيك منك النحلة النهب والثور أعاديك بعدي وتنمن عين حتى من بواجيك، ولازم تشوف وين الوصي بالحبل مقيود. اسمعي بني فاطمة، تقدر تسمع هالبيتين أقراهم لأبو يوسف لولا؟ من عقب عيني يا بتول مصابك مصاب، تبقين مجفية بلا ناصر ولا ذاب، يتسقط بجنينك جنينك يا بنتي بصاير الباب، وتقضين ومتونك من صياط العدس. فصرخت وأبتاه وضيعته من بعدك يا رسول الله. فأقبل الحسن والحسين ارتميا على قدمي جدهما مقبلين مودعين في حرقة وحنين، وأراد إمامنا علي سلام الله عليه أن يحركهما، قال: دعهما يتزودان مني، أتزود منهما يشماني أشمهما، فإنهما سيلقيان من بعدي زلزالا وأمرا عضالا. الله أكبر. ثم التفت إلى إمامنا علي، إلى أمير المؤمنين، وقد أحس بدنو أجله وتصرمت أيامه واقتربت رحلته، قال: حبيبي يا علي، وكان مستندا إلى صدر أمير المؤمنين، قال: ضع 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 رأسي في حجرك، فلقد جاء أمر الله، فإذا فاضت نفسي تناولها بيدك، امسح بها وجهك، تولى أمري، صل علي أول الناس، ولا تفارقني حتى تواريني في رمسي. فصرخ أمير المؤمنين ونبيه، وفجعته ومصيبته وضيعته، عظم الله أجوركم. وإذا بملك الموت يستأذن لن واحد على الباب يتخفى بكلامه، نادى يا أهل البيت النبوة وال بل ارخصوني على المظلل بالغمامة، أطلب الرخصة على النبي نور المسلم. صاح النبي: قوم يا زهرة وافتح الباب، هذا الذي ما يهاب من حاجب وبواب يم الحسن، هذا المفرق بين الأحباب. بس الله الله عقب عيني بحسن، حينها عرق جبينه سكن أنينه، وعند احتضار الموت مد يدي أسبل رجليه أغمض عيني، قرأ ياسين حتى ختمها وأطبق فاه، وفاضت روحه المقدسة. فأين المنادي ونبيا؟ ومحمدا صرخت الزهراء وأبتاه، ولطمت وجهها على مصاب. وهذا أمير المؤمنين يصرخ وأخاه ومحمدا،
والحسن والحسين كل يصرخ واجده تزلزل بيت رسول الله انسل أمير المؤمنين من تحت ثياب رسول الله وقد مسح وجهه بنفسه الشريفة وهو يصرخ ومصيبته خرج للقوم وقد اجتمعوا قال عظم الله لكم الأجر في نبيكم فلقد قبضه الله إليه فارتفعت الضجة والبكاء كل يندب ويصرخ ونبيا عظم الله أجوركم مؤمنين ثم أن المدينة تزلزلت بأهلها ما جت كما وجان السفينة براكبها هذا يحث التراب على رأسه وهذا شق جيبه وهذا لطم وجهه والكل يصرخ ومحمدا ونبيا وفجعته ومصيبته حتى إذا غسل النبي الأكرم ووضعت جنازته على المغتسل أقبلت أم الأئمة تنظر إليه وتلقي نظرة الوداع نظرت عليه على المغتسل تقطع قلبها اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية على المغتسل ممدود يا خير البرية يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجمه اشيل الكفن عن غرته تودعه اشبه هذا الحسن مشعوب قلب انظر الحه وهذا الشهيد حسين عبراته جريه يليت غسيل والدي وين الاعمام فوق المنابور ما حلى حلو الجه قبل نتشيله خليت ودع اليت منا بعد ما نرتجي للبجية بداي قلب جسمه ببراهيم به وانت يا ابن عباس بالهون اسجي بالماء طول على المغسل شعبني وفتت ممرود قلبي وموحش الدنيا علي يا ليت حفرون القبر واسعوا مكانه بداي نزلوا جنازته وسفر وكفى ولا يعز انشال عنا ولا لفى إهات بعد تصير عيشتنا هنية قالوا يا ليت يلون الثرى دفنوني دفنوني وياه ما اقدر اشوف البيت خالي خالي منين قشرة تران تصير عيشتنا عيشتنا بلي بعد النبي ما ريد هالدنيا الدنية بعدك هوى تاجي بعدك هوى تاجي واظلم علي البيت يا سراجي بعدك هوى تاجي بعدك هوى تاجي بعدك واظلم علي سراجي بعدك احفظ المستهل بسيط جدا بعدك هوى تاجي بعدك واظلم علي البيت بعدك هوى تاجي بعدك هوى تاجي بعدك هوى تاجي واظلم علي البيت يسرى بعدك
بعدك هوى واظلم واظلم نكست راسي وهاجت احزاني يا ابوي بعدك علي جسم انتحل وانهدت اركاني من عظم فقدك ليت الفنا وياك خلاني موسد بلحدك يل دللتني فرقاك فتني يا كعبة المحتاج والراجي بعدك هوى تاجي بعدك هوى تاجي بعدك هوى تاجي واظلم على يا وحشة الدنيا يا ابو ابراهيم بعدك علينا علي طه يسر طه ويسر حاميم عزنا ولينا حقلي عليك ابكي اسف واهيم بالبر حزينة يا نور طيبة فقدك مصيبة يا سور كل ضايع وكل لاجي بعدك هوى تاجي بعدك هوى بعدك واظلم ظلت بعدك شخص بعيني محتار بأمري وحش عن شمالي وعن يميني من حرج صدري ليلي ونهاري لجذب ونيني بعدك يا ذخري وش لي بحياتي بعدك يا غاتي يا بدر سعدي ونور كل داجي بعدك هوى تاجي بعدك هوى بعدك هوى تاجي اظلم علي قضى فقضت ما تشتهيه بآله عدي وتيم وهو غير ملحدي تقبل عزاءنا اشف مرضانا توجهوا إلى مقام النبي بقلوبكم يا أبا القاسم يا إمام الرحمة يا شفيع الأمة يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا وجيهان يا وجيهان إلهي بحق الزهراء وبها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل عزاءنا اشف مرضانا من سألني الدعاء فك كل أسير رد كل غريب اغفر لنا ولجميع عبادك المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات